لا لا، من قلعة عجلون على مدينة عجلون. الآن باتجاه إلى قلعة عجلون. الاتجاه نحو اليسار. تلفريك عجلون، التذاكر لغير الأردنيين 8 دينار. وهذه محطة التلفريك. طلعت التلفريك الآن. ما شاء الله أبو حسن المدير. اهلا وسهلا. وابو صلاح هنا قوه 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 قوه. قد بنيت هذه القلعة من أجل حماية جنوب بلاد الشام وتأمين أيضا الطرق والتموين في جنوب بلاد الشام. سبحان الله يا جماعة، بوابة القلعة بوابة وحيدة فقط من الجهة الشرقية. سبع أدوار، سبع أطوار طوارئ. Gracias.
هذا حجار المجهري قاعد. صخرة 200 كيلو، 100 و200 كيلو. الله أكبر. وهذا الشاي اللي كيف الراس ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله يا جماعه. بس الشاي ابو النعناع عصير رمان فريش.